ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو لعامل بناء وهو يدلي بدلوه بكل عفوية في قضايا المجتمع والسياسة بكل بساطة. ومع تداول الفيديو أكد النشطاء أن جل الطبقات الاجتماعية أصبحت واعية بما يدور حولها من قضايا سياسية ومجتمعية، وذلك بسبب ثورة الفيسبوك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مزيان وواضح بخير الحمد لله وتحية معلم. ايوا كيفاش هاد السيد هذا خليك يخدم بلا احنا خويا مضاربين على ما تعيش ليش هاد النفر مضيعيننا ليش عاد عمال لا سبيل لها انت تشوف حالك كي دايره الله اكبر الناس كبار اخويا معلم ضيعونا هاد الناس كبار شكون هما اخويا راه عارف بلا ما تحكيهم لك راهم كاين واش ممكن تسميهم لا ما نقدرش نسميهم انا شنو انا الخال واخا تفضل يمكن لك تفضل قول لنا شنو خويا كلمة هذا خنوش الله اكبر خنوش هو مضيع هذا هو خنوش انت اخويا شنو تقول فيه انا ما كاين اللي جاب لي ما يبقاش هو من الخليشة قد من الخليشة يا رزقوز قولادي عيش ما نقول يزور معايا ما بغاش قال لكم توما الشعب اذا ما سكتش احنا نطيرو نجيو للاخرى وشنو على المقاطعة ما تسمح المقاطعة كنقولو على سونترال مقاطعون الى الابد لا هي ولا دانون ولا الفرماج ولا افريقيا ولا سيدهم علي سيدهم هما اللي سيدنا احنا هو اللي كيعطيهم الفلوس هو اللي سيدهم لا سيدنا سيدي ربي واحد القهار هو اللي عندنا والله يوم الحق. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.